For over 5 years, Libya has struggled under conflict and war. The path towards peace is uncertain, but including women in positions of power, in peace negotiations and in public discourse, has been put forward as a way to turn the tide of conflict. Libyan women are capable, active and worthy, but their inclusion in constructing their own futures remains a constant struggle. المجتمع ايضا لا زال يعامل المراه ان هي مراه اقل كفاءه اقل امكانيات قدراتها اقل فعاليتها اقل يعني دورها يكاد يكون غائب مغيب مش غائب فهي الصحفيه هي في النهايه امراه فالمجتمع يتعامل مع الصحفيه كما يتعامل مع المراه في ليبيا التقارير الإخبارية عادة لا تكون فيها أصلا لا تكون موجودة هي أساسا للمرأة وإن وجدت حتوجد بالشكل النمطي يعني بطبيعة الحال لابد تغيير الكثير من المفاهيم تغيير كثير من التشريعات The power to speak, the power to be heard, the power to put forth ideas. This is the power that female journalists seek in Libya. Rights that all women seek around the world. The marginal inclusion of women in public life, particularly in the media, ignores the right of women to work towards a stable and durable peace and to carve out their own space apart from their inherited roles. الإعلام أيضاً له دور أيضاً في تثبيت أو الترويج للصورة النمطية للمرأة المرأة محصورة فقط في أن هي مكير أو تدير مكياج أن هي مثلاً طباخة أو تتكلم في أمور الطبخ والمكياج وترتيب البيت واللبس والأزياء لكن أن هي باش تكون موجودة كمحللة سياسية مثلاً أو كمحللة اقتصادية أو كناقدة في الأدب وإلا في أو حتى عندها رأي مثلا في الحياة الاجتماعية لا هي غير موجودة To the West, Tunisia is hailed as an emblem of success for women's rights in the region. But social acceptance does not immediately follow the ratification of law. تونس هي أساس منظومة قانونية وتشريعية تدعم المرأة لكن رؤية المجتمع ما زادت إلى حد الآن كما رؤيتها كما رؤية المجتمع للمرأة بصفة عامة المجتمع التونسي اللي يشوف إنه المرأة فما بعض المجالات اللي هي ما تنجمش تكون فيها ولا يمنحها القدرة على إني تحظى بنفس الفرص اللي يحظى بها الرجل الإشكالية توصل إلى المرأة عموما في المجتمع التونسي كيفاش يصورها الإعلام Media holds a mirror up to society, and what we choose to reflect has a profound effect on how we view our own communities and what futures we deem possible. مساهمة المرأة في بناء السلام في ناحية وضع سياسات في ناحية المساهمة في اتخاذ القرارات في ناحية امتلاك الموارد من أجل تنفيذ هذه القرارات هذه الحقيقة أن النقاط هذه ما هيش متناولة في الإعلام التونسي وبكثرة الحكومة كانت وضعت خطة وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 في علاقة بمساهمة المرأة في وضع السلام ولكن الأموال اللي رصدت لهذه الخطة هي أموال غير كافية من أجل تنفيذها الحقيقة فمش وعي بأهمية هذا القرار في علاقة بدعم تواجد المرأة في مستوى مناصب القرار ومشاركتها الفاعلة في إرساء الديمقراطية والسلام في تونس. UN Women and MICT's capacity building program for female journalists challenges this reality by putting Libyan and Tunisian women front and center in public discourse. Through training and production support for 24 media makers, a cross-country network has been created to support the continued prioritization of female voices, now and in the future. كانت وظيفتي في أن أدعم هذا من خلال إكساب الصحفيات التونسيات والليبيات مهارات صحافة الجوال كيف يمكن أن نستغل هذه الآلية سواء صوريا أو تحريريا من أجل أن نروي قصصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية من أجل أن ندعم صورة المرأة في الإعلام أو كذلك في السوشيال ميديا الحقيقة أنه العمل أنه التدريب هذا ساعدني برشا توا حاليا قاعدة نخدم في مجموعة
من الوثائقيات، فإنه دورة تدريب المدربات اللي قمنا بها في إطار برنامج الزمالة باش تعاوننا برشا في تركيز حقائب تدريبية يمكن بها أنه نقود دورات تدريبية للصحفيات، وأيضا يمكن بها إنتاج محتويات يمكن من خلالها أنه نقوموا بحملات توعوية للنساء في مختلف المناطق والرجال أيضا في مختلف مناطق الجمهورية في علاقة بالنوع الاجتماعي وتوزيع الأدوار داخل المجتمع وأهمية تمكين المرأة في المجتمع التونسي. Such programs not only support aspiring professionals, but through their work also impact the way we all perceive the problems and possibilities in our own communities. There is certainly a long way to go, but whatever the challenge, women are ready to get to work.